مدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي الأردني الدكتور وليد القصراوي الذي ينضم إلينا. دكتور وليد صباح الخير. صباح الخير سيدي. الله يعطيكم العافية دكتور. أهلا بك. الدكتور ما القصة، ما قصة هذه الشركات المحتالة التي تدعي قدرتها على إعطاء قروض للناس بخلال 24 ساعة وبس على الهوية وخلافه، شو القصة؟ يعني سيدي هاي قصة يعني قديمة جديدة يعني دائما تظهر بالأردن يعني، بس كانت ظهرت كثافة قبل تقريبا سنتين. صح، قبل سنتين ظهرت بكثافة انه في شركات تدعي التوسط ما بين العملاء والبنوك ومنحهم قروض سهلة، وزي ما حكيت يعني فضلت انه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بعض محطات التلفزيون المختصة بالدعاية، بعض الجرائد المختصة بالدعاية، يعني في حملات اعلامية مكثفة لهم انه يعني تعال راجعنا، احنا نعطيك القرض بسهولة خلال 24 ساعة، ما في ضمانات، ما في راتب، القرض بدك اياه بتاخذه. فبالتالي هذول سيدي يعني كلهم معظمهم يعني شركات نصب واحتيال، يعني مبدأ عملهم هم كالتالي، ان هم بيستغلوا حاجة المواطن، عدم قدرة المواطن انه يروح ياخذ قرض، او انه المواطن ما بيقدر يحصل على قرض من البنك او من المكان المرخص لذلك، فهم بيستغلوا حاجة المواطن. فاسلوب عملهم انه اعلانات مكثفة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، انه تعال اول ما بجيب زبون يعني بقول له رسوم تلبين طرف 35 دينار او 40 دينار. كويس. بعد اسبوع بيحكوا معه اجت الموافقه، بدنا مبلغ معين مثلا 400-500 دينار. بعديها بيختفوا، بطلوا يردوا على التلفونات، وهم زي ما حكيت لك انه هم مباخذ يعني استاجروا مكاتب عمارات يعني الطابق الرابع والطابق الخامس، يعني المكان مشبوه يعني. طب هم يعني ما بيخافوا من الناس، انه ما انا عارف مكانك يعني، لما تبطل ترد على التليفون بيجيك. هو زي ما حكيت لك انه هو بضل يماطل يعني هو بيعتمد وسيله المماطله، انه البنك لسه ما وافق بستنى بالبنك وكذا، بعدين بيختفي. أيوة. يعني بطلب له على 10 15 واحد وبعدين بيختفي وبسلم هالبنك وبحمل كراسي وبطلع. هو اصلا المكتب تبعه، المكتب تبعه اقول لك بروح على مكتب ثاني. ايوه، بروح على مكتب ثاني وتحت اسم ثاني. المواطن بده قرض، بده يروح على البنك. المواطن يعني عملية منح القرض مش عملية يعني والله تعال بجيب لك قرض، تروح على البنك تقدم طلب، بده البنك يشوف شو عندك ضمانات، شو عندك راتب، شو عندك تدفقات نقدية، في عقود بتوقعها، يعني بده البنك يعني يعمل دراسته يعني. صح. البنك بده يقيمك ائتمانيا. صح. انا قضيت والله بجيب لك قرض 50,000-60,000 يعني مش موجودة هاي، وما في توسط بين البنوك وبين المواطنين يعني. وبعدين الانسان مش لازم يكون ساذج يعني، معقول جهه تعطيك هيك انت ما عندكش لا راتب ولا شيء يعني. ما بعطيك، ما هم بيستغلوا يعني بيستغلوا جهل الناس صراحه. بيستغلوا جهل الناس وحاجه الناس. صح. والمشكله يعني المصيبه اللي ضحاياهم يعني ناس يعني مسحوقين اقتصاديا يعني ناس يعني وصاحب الحاجه ارعن للاسف. صاحب الحاجه ارعن، هاي المشكله. فزي ما حكيت لك احنا قبل سنتين حضرنا وتعاوننا مع الامن العام مشكورين يعني، في عمان سكروا حوالي 15 شركه. وعادة احنا اي شركة يعني بدينا شكوى عليها او طوالي بنحكي مع الامن العام. ولكن بتعرف شو دكتور المشكلة، انه في شركات فعلا بتعطي على الهوية وقروض حقيقية، فالناس ما بتميز ان هذا نصاب ولا هذا عن جد، لانه في شركات عن جد تعطي على الهوية. في ناس على الهوية، بس انت بتروح على مكان شركة واضح يعني مكان موجود. انا شركة معروفة لها سنوات وموظفين بتبين معروفة ولها قارمة ولها كذا يعني يعني موجودة. صح. يعني شركة بتعطي على الهوية اوكي، بس انه المكان موجود، فيك مكان قدامك بتروح، مش بتروح على شركة طابق خامس مبنى معتم زي هيك بتلاقي بنت قاعدة بنت أو شابين قاعدين وبقول لي قرض 50,000 من بين يعني فوت على المكتب. احنا فيش يعني في عنا صبايا زاروهم يعني حد يعني عملنا شغلة سموها المتسوق الخفي. بقول لك ايش المدري بتفوت على مكتب ما في ورقة، يعني كيف بدك تجيب لي قرض انت يعني او كيف؟ صح، فيش ورقة، قاعد زيك بدخن وقاعد على الطاولة قاعد بدخن وبس على التلفونات واستفادوا الضحايا بس فقط صغير. 100% 100%. انا بدي اشكرك دكتور وليد، كل الاحترام دكتور وليد القصراوي مدير دائرة حماية المستهلك بالبنك المركزي الاردني. شكرا دكتور. شكرا. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. يا مزاج.